بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله دي محاضرة جديدة، المحاضرة دي خاصة بالدكتيليتي. زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن إحنا هيكون عندنا محاضرة خاصة بالدكتيليتي، وذلك لأهمية الموضوع ده. طيب خلينا نبدأ كده، دي مقدمة كده هامة ولكن هتفهمنا يعني إيه مفهوم الدكتيليتي. بيقول لك يا هندسة إن إحنا على مدار سنوات كانت الأكواد زمان كانت بتعتمد في التحليل الزلزالي على الطرق الاستاتيكيه بس، ما كانش لسه اخترعوا الطرق الديناميكيه وكده في التصميم. يعني الطرق الديناميكيه صعب جدا ان انت تصمم بيها مانيوال مثلا زمان قبل نشاه البرامج مثلا. دلوقتي نقدر نصمم على البرامج تحليل ديناميكي مفيش فيه اي مشكله. طب زمان قبل البرامج وكده كانوا بيعتمدوا على التحليل اليدوي، واليدوي يعني استاتيك خلاص. طيب المهم يا باشمهندسين، بعد سنوات بقى خلاص بقى نقدر نصمم دايناميك مثلا باستخدام البرامج وكده. جينا نصمم، او المهندسين دول جم يصمموا المنشآت اللي كانوا مصممينها زمان، لقوا ان بعض المنشآت التحليل الديناميكي جاب نتائج اكبر بكتير جدا من التحليل الاستاتيكي. معنى اخر نقدر نقول ان المنشآت دي اتصممت على قوة زلزالية اقل من القوة الزلزالية الحقيقية، تمام؟ مع ذلك اكتشفوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان المنشآت دي فضلت شغالة بكامل كفاءتها ومفيش اي مشكلة. في مهندس هيقول لي ما يمكن عشان معاملات الامان. قال لك لا يا هندسة، على الرغم من ان الفارق بينهما اكبر من ان يتم تغطيته بمعاملات الامان التصميمية. يعني الفرق ما بين النتائج اللي جاية من التحليل الديناميكي والنتائج اللي جاية من التحليل الاستاتيكي للمنشآت دي كانت اكبر من ان معاملات الامان تعوضها كمان. مع ذلك بيقول لك ان معظم المنشآت التي تم تصميمها بهذه الاكواد القديمه قد تحملت بكفاءه كبيره الزلازل الشديده والقويه كمان، تمام؟ ده طبعا دفع العلماء ان هم يتساءلوا ازاي منشأ متصمم يا باشمهندس على قوه اقل من القوه الحقيقيه والمنشأ ما يحصلوش اي حاجه، مع ان الزلزال اللي كان جاي كان زلزال كبير وشديد، تمام؟ حللوا بقى الكلام ده يا باشمهندس ولقوا، قال لك ان هذا السلوك الشاذ والخارج عن قوانين التصميم، يعني دي حاجه غريبه بالنسبه لنا كمصممين، يمكن نسبه الى ما يسمى ايه المنطوليه، تمام يا هندسه؟ يعني المنطوليه يا باشمهندس ما كانوش لسه يعرفوا عنها حاجه، يعني لسه ما كانوش يعرفوا ان المنشآت اصلا ليها منطوليه وتقدر تشتت الطاقه الزلزاليه، تمام؟ يعني هما زمان كانوا بيصمموا ومش بياخدوا في الاعتبار موضوع الدكتيليتي. يعني حللوا الموضوع ده ان ازاي منشأ يجي له قوه زلزاليه اكبر من المصمم عليه وما يحصلوش حاجه. فهموا بقى ان المنشآت يا باشمهندس ليها منطوليه وتقدر تشتت الطاقه الزلزاليه، تمام؟ وقال لك كمان اللي بيساعد المنطوليه هو نقدر نقول الدكتيليتي تسمح بتشتيت الطاقه بالتشكلات في مرحله ما بعد المرونه. قال لك برضه بيساعد الدكتيليتي عوامل تانية زي الاضمحلال، تمام؟ الدمج زي ما هنتكلم عنه بعدين. خلاص؟ طيب تعريف المنطوليه زي ما عرفناها المحاضره اللي فاتت، المنطوليه يا باشمهندسين زي ما قلنا هي المرونه، تمام؟ ودينا مثال على كده، واحد قوي وواحد لياقته البدنيه اعلى والفرق ما بينهم الكلام ده. يمكن تعريف المنطوليه على انها قدره المنشأ على الصمود امام الدورات المتكرره لحمل الزلزال في نطاق ما بعد المرونه بدون حدوث فقد ملحوظ في قوه ايه المنشا، وبدون حدوث انهيار للمنشا. يعني نقدر نقول ايه، هي قدره المنشا على تشتيت الطاقه. بمعنى اصح يعني المنشا معانا، المنشا اهوت معرض لاحمال جانبيه، قدره المنشا ان هو يستحمل الضربات ديت يا باشمهندسين بدون اي ايه فقد في قوه ومتانه العنصر او قوه ومتانه المنشا. يعني المنشا عمال يعني واحد زي ما قلت لك واحد لياقته البدنيه عاليه وواحد تاني قوي ولكن لياقته البدنية قليلة، لو الاتنين مثلا دخلوا في سباق مثلا سرعة مثلا أو سباق لياقة بدنية مثلا، هتلاقي اللي هو رفيع ولكن لياقته البدنية عالية هتلاقيه عمال يتنطط وعمال يروح ويجي، وده مساعده ممكن يفوز كمان في الإيه؟ في المنافسة ديت، لأنها منافسة معتمدة على إيه؟ على اللياقة البدنية وكده، تمام؟ فنقدر نقول ان هي قدره المنشأ على الصمود امام الدورات المتكرره، تمام، من الاحمال الزلزاليه بدون حدوث ايه فقد في قوه ومتانه ايه المنشأ، تمام؟ ويمكن تعريفها ايضا على قدره مواد البناء
تمام، او الانظمه والهياكل على امتصاص ايه الطاقه الزلزاليه. خلي بالك مثلا، شوف الكيرف ده الاستريس سترين كيرف، ده مثلا منشا بريتل وده منشا دكتايل. ايه الفرق ما بينهم؟ زي ما قلت لك، منشا جسئ قوي بس لياقته او ممطوليته قليله، ومنشا تاني عندنا منشا تاني جسأته قليله ولكن ممطوليته كبيره. يبقى نقدر نقول هنا الدكتيليتي عاليه، وهنا نقدر نقول الاستيفنس ايه عالي. يعني هنا استيفنس ولكن الدكتيليتي قليله، وهنا الدكتيليتي اعلى. تيجي تبص بقى للمنشا ده هندسه، المنشا ده اللي هو الاستيفنس بتاعه عالي ولكن الدكتيليتي قليله. شوف شوف يا باشمهندس، يقدر يعني الاستريس سترين كيرف، طبعا ده الاستريس وقدامه الاسترين، الاسترين ده الانفعال، تمام. الاسترين قليل جدا يا هندسه، بيقول لك ان المنشا بريتل عند المرحله دي بس، تمام. يعني شايف الجزء ده بس هو الاسترين، اما المنشا الدكتايل ده يا باشمهندس، شايف الكيرف راح معايا لغايه فين؟ يبقى الدكتيليتي يا باشمهندسين بتطول لي الكيرف بتاع الاستريس سترين كيرف، تمام. طيب بص برضو كده على المثال اللي تحت ده، شوف مثلا ده خاص مثلا بالمنشا اللي هو الاستيفنس بتاعه قوي ولكن دكتيليتي قليله. بيقول لك والله هندسه ان شايف يعني العنصر ده هو طوله اصلا كده، يعني طوله اصلا ما اتغيرش، ولكن اول ما اتعرض لقوه مثلا، قوه مثلا وليكن اكسيال تنشن من الناحيه دي ومن الناحيه دي، قام جاي ايه حصل له ايه انهيار، وطوله زي ما هو يعني ايه ما يعني ما اتحركش شويه، حتى ما حصلوش شويه ايه استطاله مثلا. انما ده يا هندسه بيقول لك لا، ده فضل يحصل له استطاله مع ان هو نفس العنصر على فكره ونفس الطول، تمام، ولكن الدكتيلتي بتاعته اعلى، فضل يحصل له استطاله كبيره، تمام، لغايه ما في الاخر ايه انهار عند ايه عند النقطه دي، تمام. يعني ده كانت قطرته اعلى، تمام، على الصمود امام ايه امام الحمل. ما هو ده مفهوم الدكتيلتي اللي احنا عرفناه، هو قدره المنشا على الصمود امام الدورات المتكرره دون ايه دون فقد ملحوظ في القوه، في قوه المنشا. ولما يجي ينهار مش هينهار في نفس الوقت طبعا ما بي زي المنشأ ده، لا ده هينهار بعد مدة طويلة. خلاص يا هندسة، يمكن الكيرف ده هو اكتر مثال على الموضوع ده، تمام. منشأ دكتيلتي بتاعته قليلة فهينهار بسرعة، تمام، بدون حدوث اي تشكلات ملحوظة، وده المنشأ ده دكتيلتي عالية فزي ما انت شايفين الاستطالة كانت يعني كبيرة، تمام. ده برضو نفس القصة، بيقول لك بقى المراحل اللي بيتعرض لها مثلا العنصر ده. ده كان الاول العنصر ما فيه اي مشكله، كانت في مرحله المرونه، بعد كده بدا يخش في مرحله اللدونه ولغايه مرحله الفيلير.